السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدين شاشة قناة النهار وحبايب قلبي مشاهدين مطبخ خالة على شاشة قناة النهار. حلقة جديدة وغدوة جديدة يا رب تعجبكم جدا إن شاء الله. النهاردة حلقتنا عودة إلى الزمن الجميل، يعني هنعمل وصفتين أحلى من بعض، بس وصفتين بيرجعونا كده إيه لأيام البلد، أيام جدتي وأيام أمي لما كنا نقعد كده جنبهم وهم مولعين الفرن وعلى طول يروحوا عاملين المدسوس. عارف يا أستاذ أحمد يعني إيه المدسوس؟ يعني الرز المعمر يدسوه في الفرن، يسووه في الفرن، وبعد كده تروح عامله لنا بقى شويه بطاطس مطبوخه كده فلاحي طعمها حكايه ما شاء الله عليها. قد ايه البطاطس دي انا بعشقها، يعني من عشاق البطاطس المطبوخه الفلاحي بالطريقه بتاعه امهاتنا زمان وجدتنا في البلد، ليها طريقه معينه، والرز المعمر كمان كانوا بيعملوه بطريقه معينه. ده اللي هنعمله مع بعض النهارده، الوصفتين احلى من بعض، عشان كده قلت عليهم عوده الى الزمن الجميل. يلا بينا بسرعه نسمي بسم الله وندخل على المقادير. المقادير بتاعتنا اول حاجه عندي هنبتدي بايه؟ انتوا نزلتوا ايه؟ الرز المعمر، يلا كيلو رز، وعندي كمان لحمه مسلوقه واخده شوربه اللحمه، وعندي كمان سمنه ومعلقه قشطه، وعندنا كمان ملح وسكر، وعندنا لبن وشوربه اللحمه زي ما قلنا. نقول تاني مقادير طاجن الرز المعمر. عندي كيلو رز مغسول ومتصفي كويس قوي ما بنقعش الرز، لحمه مسلوقه، وعندي كمان لبن، ملح وفلفل، رشه سكر، وعندي قشطه ومعلقه سمنه وشوربه اللحمه. رز معمر يعني القشطه والسمنه دول اساسي معانا. ده كده بالنسبه لطاجن الرز المعمر. بعد كده البطاطس الفلاحي المطبوخه اللي بقول لكم عليها، بطاطس متقطعه مكعبات ومنقوعه في الميه. بعد كده بصله مفرومه، وعندي كمان ثوم مفروم، فلفل حامي او رومي، بس طبعا الحامي هو اللي بيديها طعم وريحه مختلفه جدا، وممكن بداله لو انا عندي اطفال هياكلوا منها نحط قرن واحد بس فلفل رومي بارد برده مفروم بالسكينه. طماطم ما بيتحطش فيها صلصه خالص، طبعا الطماطم بتاعه البلد دي سكر بتبقى مسكره كده. وعندي معلقه سمنه، ملح وفلفل واي بهارات مشكله عندك، ورشه سكر. زي ما استاذ احمد كده كان منزل لنا المقادير، صوري على طول اول ما المقادير تنزل واحفظيها عندك على التليفون على طول. اول حاجه هبتدي بيها دلوقتي هبتدي بالبطاطس، تاخد غلوتين تستوي على ما نعمل الرز المعمر. يبقى نبتدي مع بعض بالبطاطس. احط كده حله او ووك على النار، نجيبها هنا. اللبن بس اللي انا بسخنه ده للرز المعمر هعمل فيه بس حاجه كده ونركنه على جنب. اللبن غلي وسخن، اول ما سخن معايا هحط فيه ملح، شويه ملح كده، وهحط فيه القشطه تدوب فيه عشان يديني طاجن رز معمر على اصوله. بصوا نص معلقه صغيره كده ملح، ماشي كده، وكمان القشطه، نص القشطه بالظبط اللي عندي هاخدها جوه اللبن اهو. بصوا كده بالمنظر ده اهي، وهسيبها تسيح جوه اللبن. حتى لو اللبن ده لبن مش قوي، حته ان القشطه تدوب في اللبن بتدي لبن غني وقوي جدا بالشكل ده. وموطيه عليها النار خالص اهو، يا دوبك كده انا عايزه القشطه تدوب في السخونيه بتاعه اللبن بس كده. تعالوا بقى على ما ده يحصل علشان نشتغل في الطاجن نعمل الاول البطاطس بتاعتنا. هنجيب معلقه سمنه، بسم الله، فين 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 اهي، حاطين السمنه الناحيه التانيه، بيعملوا لي تمويه. معلقه سمنه، احنا كده هنطبخ البطاطس الفلاحي. طبعا في البلد السمنه بقى الاصلي اللي هي يا دوبك تشم النار كده تلاقي ريحتها فحفحت وبقت حاجه بقى ايه حكايه. وبعد كده هنزل بالبصله، بصله واحده كده كفايه مفرومه بالشكل ده، تسخن بس كويس قوي مع السمنه.
جميله يا جماعه. الغدوه بتاعتنا النهارده دي لايقه قوي مع بعضها كده، وتحسي انها فعلا فعلا لما تعمليها انت فعلا رجعتي للزمن الحلو، لذكرياتنا الجميله كلنا اهو كده. ابتدت اهي تشد مع السمنه، وتعالوا ندي تقليبه للقشطه اللي بتسيح في اللبن، ابتدت تسيح كده وعسل بقى. بصوا اهي كده، هطفي النار على اللبن واسيب القشطه تسيح يا دوبك في السخونيه بس بتاعه اللبن اهو. ديكي وش للطاجن الرز المعمر، روعه. يلا بينا اهي، بصوا بالمنظر ده، الله الله، شوفوا ازاي الرز يا جماعه. الرز اللي هعمل بيه الرز المعمر ما يتنقعش عشان ما يدوبش ويكسر منك وهو بيستوي في الفرن، خدوا بالكم. اتفقنا؟ ادي كده البصله تشد مع السمنه بهذا الشكل، هسيبها شويه ونشوف بقى ايه هنعمل ايه. ادي البطاطس، وزي ما اتفقنا البطاطس هتتعمل بطماطم، طماطم بس طماطم مضروبه في الخلاط، ما بتتعملش بصلصه عشان تديكي نفس طعم وريحه البطاطس الفلاحي بتاعه زمان. تقليبه حلوه اهو كده، عايزاها بس ايه ما يبقاش فيها اللون الابيض ده، سيكه كده تاخد لون معايا. توصل بقى للمرحله دي وهنزل بقرن فلفل زي ما قلت لك سواء حامي او بارد، وهنزل بفصين ثوم كده بس كده، ونقلب وشم الريحه بقى، شم ريحه الخلطه الحلوه دي. عسل، وزي ما بقول لك السمنه دي لو بلدي بالخلطه بتاعتنا دي الدنيا هتفحفح على الاخر. نقلب تاني، بسم الله، دي تقليبه كده حلوه. هوريكم دلوقتي المرحله اللي بكلمكم عليها اللي هي مش واخده لون غامق ولا لسه فاتحه، اللي هي ساعتها بقى كده اقول ان البصله استوت مش نيه اهي بالشكل ده. على بقى ما تاخد اللون ده نقلب تاني، القشطه اللي بتدوب في اللبن دابت عسل ولا كلمه ما شاء الله. اهي كده اللبن ده هيعمل لي وش حلو قوي لطاجن الرز المعمر بتاعنا بالحركه اللي احنا عملناها دي، شوفوا ازاي. بس يا ستي ونقلب اهي، ابتدت البصله هتاخد لون اهي وهو المطلوب. بصوا تقليبه كمان، ناخد بس ايه درجه غمقان سيكه حاجه بسيطه كده اهي عشان بس تدي شمخه حلوه للصلصه بتاعت البطاطس بهذا الشكل، وريحه الثوم مع الفلفل وهما بيتشوحوا مع البصله كده، يا سلام يا سلام، عسل. تقليبه اهي وصلت للون الحلو ده، شوفوا هو ده المطلوب. هنزل بعصير الطماطم، بسم الله عليها كده، يعني واخده لون ذهبي كده حلو كده، ونقلب بالشكل ده ونتبل. وعلى فكره هي بتبقى خفيفه شويه علشان البطاطس لسه بتتقل، البطاطس بتنزل النشا بتاعها فبتقل الصلصه اللي هي فيها. ادي الملح، حلو كده، وادي كمان فلفل اسود، فلفل اسود بنزوده شويه، وكمان بهارات، سبع بهارات بتوعنا، اي بهارات مشكله عندك في المطبخ، مع رشه سكر بسيطه بس كده، وكده جهزت معانا ولا كلمه. هنقلب ونسيبها تاخد غلوتين، بصوا تقليبه كده حلوه، شمي ريحتها الجميله، ريحه الصلصه بتاعه البطاطس دي لما تغلي بقى. بصوا اهي، عايزه تعمليها بلحمه ماشي، عايزه تعمليها كده زي ما بنعملها في الارياف براحتك خالص. بصوا بقى المنظر، يلا هغطي عليها، فين الغطا، ونسيبها تاخد غلوتين على ما نعمل الرز المعمر، وعلى ما ريحتها تطلع اكتر واكتر واشممكم الريحه بتاعتها. دلوقتي بقى نشيل كل ده ويلا بينا على الرز المعمر. اتفقنا على ايه؟
اتفقنا ان الرز بتاع اللي هعمل بيه طاجن الرز المعمر ما بيتنقعش، بيتغسل ويتصفى بس علشان ما يدوبش منك ولا يكسر في طاجن الرز. هنزل كده بالرز كله اهو بالشكل ده، ماشي كده، وهنحط عليه المقادير اهي. استاذ احمد نزلها لنا تاني، الله ينور يا باشا. وهنزل بشويه ملح، وما تنسوش ان اللبن حاطين فيه ملح، انا بس بحط رشه كده عشان تعادل الطعم، وكمان رشه فلفل اسود تبقى تحفه في الرز المعمر بالمنظر ده. يبقى انا كل اللي حطيته حطيت رشه ملح ورشه فلفل اسود. تعالوا بصوا الصلصه، تعالى الحق يا استاذ احمد الجمال، تعالى شوف الصلصه وهي بتغلي، وكالعاده هتعمل لنا ايه؟ هتشمم حبايبنا ريحه اكلنا، ريحه طبخنا. الله عليك. ها يا جماعه، وصل لكم الريحه ولا لا؟ ننزل بقى بالبطاطس. بسم الله، هصفيها من الميه كده وانزلها كده على طول اهو. بتتقطع بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، ولا مكعبات صغيره قوي تتهري ولا تخينه قوي، وخلي ايديكي قد بعضها عشان البطاطس تاخد كلها سوا واحد. طعمه طعامه يا جماعه، البطاطس دي من احلى احلى انواع الطبيخ، اللي كمان بحب اعملها في الشتاء، بتدفي قوي. وممكن تعملي معاها مش شرط طبعا رز معمر، ممكن تعملي معاها رز بشعريه، ممكن كده فرخه محمره ورز بشعريه، ممكن حته لحمه، ممكن من غير حاجه خالص، هي والله ما محتاجه، طعمها لوحده كفايه. قلبي بقى كده، شوفوا منظرها، بذمتك شايف شكلها عامل ازاي؟ بص يا مخرجنا، مخرجنا ورينا الجمال، بصوا. وتبقى خفيفه كده، على ما البطاطس تستوي هتلاقي النشا بتاع البطاطس تقلك التخديعه بتاعتها. بس يا ست الحبايب، نغطي عليها ونوطي درجه الحراره عشان ما تتهريش اوام اوام، ونسيبها تاخد كده ايه غلوتين حلوين كده على نار هاديه على ما نكمل الرز بتاعنا. عملنا ايه بقى يا باشا؟ عملنا ايه؟ ايوه يا فندم. تحس ايه ان انا مثلا في لجنه امتحان وسالته فجاه. هنجيب الطاجن بتاعنا اللي هعمل فيه الرز المعمر بالشكل ده، وهجيب كده حته سمنه كده بايديا وهمسح بيها الطاجن كله، وفي الجناب كده وفي كل حته اهو بالشكل ده، شايفين ازاي؟ ماشي. وبعدين هنيجي للرز بتاعنا اللي حطينا عليه ملح وفلفل، هاخد برضو ادي حته سمنه كده، وهناخد كمان القشطه. اتفقنا رز معمر يعني سمنه وقشطه، ما عندناش تفاهم، احنا بنعمل الحاجه على اصولها. وبعد كده الحركه دي بقى اللي هي بدعك بيها الرز بالسمنه بالقشطه، هي دي اللي بتدي غناوه حلوه قوي قوي للرز المعمر بتاعنا اهي. شوفوا ازاي بالشكل ده، خلي كده كل الرز ياخد من السمنه والقشطه. شايف يا باشا؟ بص يا باشا احنا بنعمل ايه اهو كده، اهي بنعمل عظمه. شايفين ازاي بالشكل ده؟ ملح وفلفل ومعلقه سمنه ومعلقه قشطه. بس يا ستي بصوا المنظر. والغريبه بقى اللي هنعمله دلوقتي، رشه سكر صغيره. معقوله؟ اه والله، بتدي طعم مع الملح والفلفل الاسود حاجه روعه روعه روعه، يعني ما بتسكرش. احنا مش بنعمل رز معمر حلو، احنا بنعمل رز معمر حادق، بس رشه السكر دي بتفرق جدا اهو بالشكل ده. بصوا بفركه زي فرك كده، لو تلاحظوا القشطه والسمنه دابوا خلاص مع الرز اهم، ملهمش اثر خلاص بالمنظر ده. بصوا خلاص اهي بالشكل ده. هنا بقى هنجيب اللحمه ايا كان وزنها بقى، كيلو ونص كيلو اللي انت عايزاه، بنحطها على الرز بالشكل ده، واروح مقلباها في الرز كده اهي. كانوا بقى بيعملوا لنا كده لما بنسافر البلد بقى، ويروحوا ايه حاطينه في طاجن
او في صينيه المونيا. فاكرين الصواني الالمونيا بتاعت زمان الكبيره دي، الصينيه العائليه اللي حجم الصينيه ده ما بقاش موجود دلوقتي، وعلى طول يتدس في الفرن. عشان كده كنت اقول لك ايه، اعمل لك مدسوس، احلى كلمه كنت بسمعها. بصوا كده بالمنظر ده، وبعدين اروح جايبه الطاجن اللي انا مسحته بالسمنه، وهناخد الرز باللحمه. يعني معنى كده ان اللحمه ما بتتحطش على الوش، لا يا جماعه ابدا، هي اصلا والرز المعمر بيستوي بتبتدي اللحمه تطلع شويه على الوش. يعني من الاول خالص انا ما بحطهاش على الوش، انا بحطها كده جوه الرز بالشكل ده اهو. بصوا ازاي بهذا المنظر، دخليها كده جوه الرز، وزعيها عشان كل اللي يجي يحط المعلقه في الطاجن تطلع مع حته لحمه. بوصل لنص الطاجن يا جماعه بالرز عشان بس تحددي، لان ناس كتير ما بتعرفش تحدد الكميه قد ايه. نص الطاجن بالظبط بالرز، ماشي كده. وبعدين الربع اللي فوق هيبقى بالسوائل بتاعتنا، هوريكم دلوقتي واحده واحده، ما تستعجلوش على رزقكم. نمسح بس كده كل الرز اللي اتنطور مننا ده اهو كده، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. ومعايا كوبايتين من شوربه اللحمه، بحب احط الاول يا جماعه شوربه اللحمه في الطاجن في الاول خالص، بتدي طعم غني جدا وبتقوي طعم اللحمه جوه طاجن الرز المعمر. يعني انا كده يا جماعه مش مجرد ان انا بسيب اللبن بس وخلاص، لا بحط الاول شوربه اللحمه. شايفين شكل البطاطس بذمتك مش شكلها شهي؟ اه والله، وريحتها يا جماعه فظيعه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، ادي كده النص بالظبط، مهما كان حجم الطاجن بتاعك الرز بيوصل للنص. وبعدين بروح واخده بسم الله شوربه اللحمه، بحطها الاول كده تحت، حلو كده. وبعد كده بكمل بقى بالقنبله بتاعتي اللي هي كانت ايه، اللبن اللي دوبت فيه القشطه، عسل. يلا بينا يا باشا، بسم الله. بصوا كده شايفين القشطه عامله ازاي. وبعدين اجيب شوكه او معلقه، بصوا بظهري كده، بظهر المعلقه كده، واعمل كده زي فتحات عشان اللبن والشوربه والسوائل دي تنزل لتحت بالشكل ده كده اهو. بصوا اللحمه شايفين بتعوم ازاي، اللي كنا حاطينها جوه الرز طلعت لي على الوش من فوق اهو كده. زود تاني شويه لبن، عايزه اقول لكم هو كده مش محتاج يتحط قشطه على الوش. بصي يا استاذ احمد، انا عايزاك بس ايه نوري حبايبنا هو عامل وش ازاي لوحده، ده بسبب القشطه اللي سيحناها في اللبن اهي، باينه معاك. طب الحمد لله اهي يا جماعه، مش محتاج قشطه على الوش خالص زي ما انتوا بتعملوا، هو كده هيعمل القشطه بتاعته منه فيه، هيعمل قصدي الوش بتاعه منه فيه، وهيعمل وش تخين جميل في منتهى الجمال اللي انتوا اصلا بتحبوه في الرز المعمر، واخد بالك ازاي. وكده لازم اسيب المساحه دي فاضيه جوه الطاجن علشان على ما الرز يستوي ويشرب كل السوائل ده هيعلى لي لغايه حرف الطاجن من فوق. بصوا لو هزيته كده، بصوا القوام باين، الوش باين ازاي اهو، عامل لي وش تخين وهو لسه ني. طيب طريقه التسويه بتاعته، لان هي مهمه جدا يا استاذ احمد. اول حاجه بحط الطاجن على الشبكه وبشغل من فوق ومن تحت، لازم ياخد وش. بعد ما ياخد لون وهيكون لسه ني، بغطيه بورقه فويل واسيبه يكمل سواه، ده اللي بيخليه يعمل لي وش تخين ووش طري جدا جدا ما شاء الله للرز المعمر. بس يا ستي احنا كده النهارده غطينا كل الاسئله اللي بتجيلنا على الرز المعمر، وكمان عملنا معاه زي ما اتفقنا البطاطس الفلاحي، نغرفها بقى اكله وغدوه من العيار التقيل. تعالى كده نشوف بقى البطاطس، احلى حاجه كمان في البطاطس دي انها ما بتاخدش وقت، سريعه يعني، هي كده خلاص استوت. بصوا ما تسويهاش عن كده خلاص، عسل. وبصوا الصلصه عامله ازاي وريحتها عالميه. اكله يا جماعه بجد النهارده تستاهل بقكم، بسم الله. يلا بينا، هقدمها في طاجن عشان تليق بس مع الرز المعمر. عايزه تدخليها الفرن، تحطي على وشها كده برده معلقه قشطه كده حلوه وتدخليها الفرن، يا سلام تبقى حكايه. شوفوا استني يا باشا كده،
اهو الصلصه بتاعتها ما شاء الله، روعه روعه روعه. الف هنا وشفا لكل حبايبي يا رب. وادي البطاطس اللي اصلا اصلا اكتر حاجه بنحبها في البلد بجد، مع طبعا المدسوس، وعرفنا يعني ايه المدسوس. الف هنا وشفا ليكم جميعا. عملنا مع بعض النهارده، عملنا الرز المعمر بكل تكايه فيه، بكل صغيره وكبيره، وعرفنا ازاي اي مشكله بتظهر معايا في الرز المعمر اعرف اعالجها ويطلع لي طاجن رز معمر تبقي استاذه فيه ان شاء الله. مش بس كده، عملنا مع بعض كمان البطاطس الفلاحي المكعبات بالسر كله بتاع البلد، والف هنا وشفا ريحتها قلب الدنيا ما شاء الله. يعني دلوقتي فقرتنا خلصت، بس حلقتنا لسه ما خلصتش. جري جري اطلعوا فاصل، وجري جري ارجعوا لي نكمل حلقتنا.